هي ومين هي ومين لو وقت قلت تستنين هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين. يا مساء الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي ومين. زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم كل سبت واثنين وخميس من الساعة واحدة للساعة اثنين ونص على الهواء مباشرة. برحب بحضراتكم وبزميلي خلف الكاميرات، وزي ما حضراتكم متعودين ان احنا في هي ومي بنهتم بكل حاجة تخص المرأة وكل حاجة تخص البيت المصري والأسرة المصرية. اكتر الحاجات اللي الاهالي بتقع فيها في التربية، يعني عشرات الالاف من الاخطاء، يعني انا عايزه اعمل حاجه صح تطلع في الاخر غلط، او عايزه اربيه احسن تربيه. اكيد كل الاهالي بتبقى عايزه تربي اولادها احسن تربيه، بس في حاجات كده بيخفق فيها الاباء والامهات ازاي تكون الحاجه دي صح، ازاي اطلعه طفل سوي. يعني بتبقى في التربية السليمة او في ان انا اطلع طفل سوي، ده اللي بيخليه سوي بعد كده في المجتمع. يمكن ما يكونش الأب والأم فاكرين إن هو لما أنا أربيه كويس أو أطلعه سوي نفسيا ده هيخليه بعد كده يعمل حاجات صح أو يطلع زي ما أنا عايزاه. ممكن البعض يقول لأ، طب ما هو ده لسه صغير ما يعرفش، أو ده لأ ده ما يأثرش فيه بعد كده. لأ، كل الحاجات دي بتأثر. النهاردة هنعرف كل ده مع دكتور مايكل ماهر، استشاري نفسي إكلينيكي. منور يا دكتور. أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ دايما نورنا في يومي. يعني احنا بنقول التربية النفسية او التربية السليمة للطفل بتكون مثلا، يعني احنا دكتور اكيد الدنيا اختلفت من دلوقتي عن زمان، نفس اسس التربية يعني الاب والام زمان اكيد معايير التربية ومعايير التفكير نفسها اختلفت من زمان عن دلوقتي في ظل السوشيال ميديا المفتوحة، السماوات المفتوحة في كل حتة، ان انت اي معلومة تقدر تعرفها بان انت هتعمل كده على الموبايل هتعرف كل حاجة انت عايزها، فاكيد التفكير نفسه اختلف. التربية ايه يا دكتور؟ التربية باختصار كده وبالبلدي، نتكلم النهاردة بالبلدي شوية، هي كل محاولتنا لتنشئة إنسان كامل سوي مفيد لنفسه والمجتمع. أكيد. كل محاولتنا دي بقى هي اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. هل احنا محاولتنا دي محاولات علشان يبقى شخص زي ما حضرتك قلتي في المقدمة كده يطلع زي ما احنا عايزين، ولا شخص يطلع زي ما المفروض هو يكون؟ تمام. دي نقطة مهمة شوية. التربية هي محاولة الآباء والأمهات إن احنا أولادهم نبقى أحسن منهم. طبعا. صح؟ مش هي دي محاولة التربية؟ دايما احنا بنحاول إن احنا الغلطات اللي احنا عشناها هم ما يجوهاش، الآلام اللي احنا عشناها وتجاربنا السيئة هم ما نصدرهاش ليهم. عشان هم يطلعوا أحسن وأفضل وأوقع. أو نشيل عنهم أي حاجة المفروض إن هي تكون احنا مرينا بيها هم ما يمروش بيها. هنا دي المشكلة. ما خليهوش يجرب بقى. مش حكاية بس ما خليهوش يجرب، ده أنا مش بخليه أصلاً يحاول. يحاول يفكر. ساعات الناس ما بتوصل ولادها إن هم ما بيحاولوش يعني يتعلموا المهارات الأساسية للحياة وهي النجاة. النجاة؟ طبعاً. بص، أول حاجة بيتعلمها الإنسان إنه ينجو. يعني سيرفايف، يتعلم إزاي يأكل نفسه، يشرب نفسه، يلبس نفسه. صح؟ مش دي المهارات الأساسية لأي إنسان؟ يعني أنا لما مثلا نفسه. أحاول أنقذه أو أحاول أعلمه حاجة صح أو الطريقة أسهل، يعني أكله بطريقة أسهل، هو مش عارف مثلا يأكل بالمعلقة فأنا أكله بإيدي مثلا، أكله مش يعني مثال بسيط. التسهيل ده غلط؟ مش غلط، ولكن حسب المرحلة العمرية. يعني من أول سنة لثلاث سنين مثلا لا، ده متاح جدا وكويس. بس بعد كده يعني دايما اي ام تيجي لك تقول لك المشكله ان ابني عنده خمس سنين ست سنين وما قلعش البامبرز. طب هل هو اللي هيقلع البامبرز ولا انت لازم تعوديه تدخلي الباثروم الحمام في مواعيد معينه قبل النوم مثلا، وفهمه ان احنا مش محتاجين ده خلاص اني مور. على فكره الموضوع ده شبه قوي الطيور، يعني الطيور عشان تعلم ولادها ازاي تطير بتاخدهم وترميهم، ما بتساعدهم في الاول وبعد كده تسيبهم يتعلموا مهارات الطيران والصيد، ان هم يصطادوا الاكل بتاعهم.
احنا لازم نعلم ولادنا بالطريقه دي برضو، بس بشكل طبعا ايه يعني اقل حده، ما ناخدهمش منهم، ولكن لازم نعودهم من بدري شويه ان هم يعتمدوا على نفسهم عشان يبقوا ليهم استقلاليه نفسيه. طيب اعتمد على نفسه، بس انا مش عايزاه يعمل حاجه غلط، يعني انا شفته قدامي بيعمل حاجه غلط او هيقع في مشكله او هيمر بتجربه مش عايزاه يمر بيها، زي ما كنا بنقول من شويه دكتور، بتطلع الطفل ان هو زي ما انا عايزه مش زي ما هو عايز. هو دي مشكلة، إن في حاجة كده اسمها الشخصية الاعتمادية، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بس بشكل جزئي. هل أنا ينفع أطلع الطفل ده يبقى شاب أو أنسة ما عندوش حاجة اسمها المهارات المجتمعية، إنه ما يقدرش يتواصل مع اللي حواليه، ما يقدرش يخش مجال عمل وينجح فيه، لأنه مجرد إن احنا بنختار له شكل حياته هو بيمشي على الشكل الآمن، لأن أول ناس بيثق فيها الطفل هم مين؟ والديه. بالظبط، بابا ومامته. فتخيلي بقى لو احنا رسمنا له تراك كده وبنينا حواليه وقلنا له هو ده الصح ولأي حاجة تانية غلط. طب هل احنا عندنا اليقين أصلا إن احنا عشنا صح؟ هل احنا عندنا اليقين أصلا إن اللي احنا عارفينه ده هو الحقيقة؟ دي مشكلة لازم نجاوب عليها. حضرتك بتقولي في الفاصل أو قبل ما نبدأ الحلقة إن إحنا أصلاً يعني كل حد مر بحاجة في تربيته هو فاكر إن هي صح، بس الحاجة دي أثرت عليه بعد كده. بالظبط بالظبط، اسمها إخفاقات الطفولة. إحنا مهما تعلمنا، أنا نفسي مهما تعلمت، أي حد مهما كان أب أو أم شايف إنه حد كويس وشايف إن اللي عارفه هو الحقيقة، مش هيقدر يربي تربية سليمة 100%، لأن ده مش موجود في الحياة، ده مش منطقي. احنا دايما بنحاول، حطيه تحت بنحاول دي مليون خط، احنا بنحاول نخلي عيالنا كويسين، احنا بنحاول نجنبهم المأساة من وجهة نظرنا. لكن ده مش معناه ان احنا نبقى اوفر بروتكتيف، نعمل حماية زيادة، وبرده مش معناه ان احنا نطلقهم عشان يتعلموا مهارات الحياة اللي ممكن يتعلموها بشكل، يعني ممكن لما الواحد يغلط في حاجة يتعلم الصح بتاعها مثلا، أو إن هو ما عجبتنيش فأنا مش هكررها تاني. بس الطريقة بقى الوي هي دي اللي بقى دي اللي نقدر نتحكم فيها، إزاي نعلمه أو نعلمها إن ده مش مقبول ومش صح، ونفهمه إنك لو جربت أوكي، بس خلي بالك لحد الحتة الفلانية، لكن بعد كده أنا مش هقدر أساعدك. طب ده يا دكتور بيجي يعني نتيجة دراسة مثلا الأب والأم يكونوا دارسين كويس أساليب تربية، ولا هي مش كل الناس بتكون دارسة؟ حلو جميل. طبعا عن دراسة وأن الأب والأم ياخدوا مثلا كورس تربية إيجابية ده شيء لطيف جدا، بس مش متوفر عند ناس كتير. يعني احنا برضو مش بنكلم الناس اللي تقدر تاخد كورس، ايوه احنا بنكلم الناس اللي هي العادية. ممكن تشوف الكلام ده أونلاين على السوشيال ميديا، بس برضو لازم نختار الناس اللي بنشوفها، لان مش اي حد يطلع يقول كلمتين نعتمد ده كمعلومة موثقة، لازم نروح لناس او اتفرج على حد موثوق فيه، موثوق فيه يعني. تمام، لكن ده بقى متاح مجاني. طب لما تحصل مشكلة بنبتدي بقى نلجأ للاختصاصيين، الاختصاصيين بقى اللي هم الاخصائيين او الاطباء النفسيين، سواء حسب الحالة. برضو لما تحصل مشكلة أروح فعلا لدكتور؟ لازم يعني. لازم معالج أو طبيب، بس في كل الحالات لحد بقى إن شاء الله ما تحصلش مشكلة، إحنا بنمشي حسب ما إحنا فاهمين، ولو في حاجة إحنا حاسين إن فيه رفض أو حاسين إن فيه غلط كده بيحصل، إزاي مش عارفين نتعامل معاه، بنبتدي نسأل حد يساعدنا علشان نعدي مع الطفل. ده في حالة ان هو لازم اكون مش دارس ان انا اربي الطفل ازاي. ما هو معلش، ما حد مين بيدرس؟ طب عشان نبقى منطقيين وعشان نبقى واقعيين. بس دلوقتي بقت يا دكتور يعني مثلا الام تعرف نفسها ان هي حامل او كده فتدور، تثقف نفسها، ده مطلوب يا ريت. وتسال، وبقت كل يعني دلوقتي بقت الموضه تقريبا ان هم مش عايزين يربوا نفس التربيه اللي تربوه، او كان في اخطاء مثلا او ضرب او صوت عالي او ايا كان ايه الحاجه اللي فهم بيغيروها التربيه الايجابيه بقى. ما هو الفكرة كلها إن هم بياخدوا الميكانيزم وبيطبقوه زي ما هو، بياخدوا الفكرة وطبقوه زي ما هو. يقول لك أنا مش عارف أتربيه تربية، لو سمحت ما تعملش كذا. لا، هو العقاب مطلوب، بس شكل العقاب هو اللي احنا ممكن نتكلم فيه. يعني طلع مثلا الأيام اللي فاتت زي حاجة زي ترند كده، إن قعد الطفل قدام الموبايل ويقول الحاجة اللي هو عايزها
وبعدين انا اشوف هو قال ايه، او اقول ليك حاجه غلط تقولها ما بتقولهاش قدامي، ده صح ولا غلط يا دكتور؟ هو بخلاف الطريقه، هو الطبيعي اول حاجه بنربي اولادنا عليها المصارحه، ان احنا نبقى اصحاب، ان انت لو سمعت حاجه مش كويسه او سمعت اي حاجه تقول لي عليها، ده في البدايه طبعا، عشان ابتدي اوجهه ناحيه ان ده مش مقبول وده مش كويس وده كويس، ما فيهوش مشكله اقوله، ما فيهوش حاجه غلط. يعني ده ما ده دي حاجه حلوه ان انا اعلمه مثلا يعمل بس الحاجه دي وانا مش حاجه اسمها مكاشفه معايا. ده المطلوب. لكن الطريقه طبعا انا ما اعرفش بصراحه، انا ما يعني ما اكذبش عليك انا ما سمعتش عليها قبل كده، ومش شايف ان يعني لو نجحت ماشي تمام، بس انا ايا كانت الطريقه بقى قدام الموبايل، يعني لو في اوضه وهي بره الاوضه مثلا، او بابا بره الاوضه وقول اللي انت عايز تقوله، وتفضل الفكره كلها ان انت مش عايز تواجهني بس عايز تقول اللي جواك، اوكي مفيش مشكله وانا هسمعه وهنتناقش فيه. بس الفكره في النقاش وطريقه النقاش. طيب احنا في المجتمع الشرقي يا دكتور كل الحاجات اللي بنتعرض ليها تنفع؟ يعني مع الاب والام مثلا انا اروح اتفرج على حاجات اساليب تربيه عند مثلا الغرب واجي اطبقها في هنا في مجتمعنا، ده ينفع ولا بيكون صح؟ ولا ما يكونش صح يعني؟ طيب لا، هو مش كل التجارب بتنجح، لان احنا في حاجه، بص جنب علم النفس في حاجه اسمها علم الاجتماع. علم الاجتماع ده مهم لان مجتمعنا بيفرض علينا حاجات وتقاليد معينه بالظبط، لا وطريقه وطباع، بعيدا عن العادات والتقاليد احنا لينا طباع مختلفه وطبيعه انسانيه وتكوينيه مختلفه، فمش كل حاجه هتبقى ماتشت، مش كل حاجه هتبقى راكبه معانا. في حاجات مناسبه جدا لطبيعه الغرب والبيئه بتاعته وناجحه جدا، بس لو جينا طبقناها زيها زي اي حاجه على فكره، ممكن ما تنجحش هنا تنجح هناك، ولما تنجح هنا تنجح هناك ما تنجحش هنا. بس الفكره كلها ان الحاجات اللي على اسس علميه في اي حته بتنجح، لكن التجارب قبل التجارب الحياتيه اللي احنا بنعيشها يعني بالظبط، لان طبعنا نفسها مختلفه، طبعنا نفسها مختلفه، فطبيعي وقع التجربه دي على طبعنا مش هتدي نفس النتيجه اللي بتنجح هناك. طب يا دكتور لو جينا تعرضنا لمثلا اخطاء في التربيه، احنا بنكون فاكرين ان هي صح او احنا بنعمل حاجه حلوه وتطلع دي مثلا حاجه غلط، لو قلنا كده زي خطوات او نقط لاول حاجه مثلا غلط في التربيه، ان انا مثلا ممكن اكون بشجعه على كل حاجه بيعملها، لو خلينا كده نمسكها، لو حضرتك بقى قلت لنا 1 2 3 مثلا. يعني حاجات احنا بنغلط فيها دايما في التربيه. احنا دايما بنخاف اولادنا يبقوا جبنة، وخصوصا لو ذكور، صح؟ خصوصا في بدايه دخوله المدرسه او دخوله الحضانه، بتخاف جدا ان ابنك يتضرب، فبتبتدي تبوش هم، لا قبلها كمان تبوش هم، تزقه كده ناحيه انه يبقى ناشف، ولو حد لمسك قول لي، ولو في حد ضربك ضربه وقول لي وما يهمكش واضرب المستر. والقصه كلها ابتدت على فكره من زمان، من قصه ان هي تف على عمه ويضحكوا مع بعض، هذا اللي بيحصل، انا مش بهزر، دي حاجه بتحصل وكلنا عارفينها. ايوه هو فاهمين ان ده جوكي وحاجه تضحك ولطيفه، بس في الاخر خالص هذا الشخص بيبقى شخص مش محترم مع الاكبر منه. الموضوع بيبتدي صغير وبيكبر معاه، لكن احنا لازم نكون اوير جدا، او لازم نكون واعيين جدا، لان ان احنا بنغرزه في اولادنا النهارده هو النتائج بكره، هو النتائج بكره اللي احنا نفسنا هندفع ثمنها. يعني انا خليت ابني جريء جدا، ما زعلش لما يرد عليا في وقت من الاوقات ويبقى وقح. انا خليت بنتي متدلعه جدا، ما زعلش لما تبقى شخص عنيد جدا وما تسمعش كلامي وتعمل اللي هي عايزاه. ايه يا دكتور بين ان انا اعلمه الشجاعه وبين ان هو يقدر يقول الحاجه اللي هو عايزها باسلوب حلو؟ ما هي الشعره دي هي المهمه. ازاي يرفض او يقول لا او يعترض بس ما يبقاش وقح؟ هو في فرق بين الجراءه والوقاحه، بس الاثنين بيبقوا شبه بعض. الجرأة ولا الصراحة ولا إن أنا أقول الحاجة بشياكة، أو إن مش كل الناس عارضة عليها. الدبلوماسية بتكتسب. إن إحنا نختار كلامنا ده شيء بيكتسب. بيكتسب إزاي بقى؟ مش إن إحنا نقول له خليك تتكلم كويس مع الناس، لما يشوفنا إحنا بنتكلم مع الناس كويس. ما ينفعش أعمل حاجة أربي ابني عليها وأنا ما بعملهاش. يعني ما ينفعش أنا أبقى راجل مثلا يوميا في البيت بشتم كتير، بزعق كتير، بغلط كتير،
واجي اقول لابني لا بص بقى اللي انا بعمله ده وحش ما تعملوش انت. طب مش هيحصل. هعمل ايه؟ طب انا ما شفتش غير. لا والاب والام زي ما احنا قلنا من شويه هم اول ناس انا بامن بيهم، هم بالنسبه لي قدوه. فلو انا بشتم كتير وزعق كتير ازاي اطلع طفل هادي او بنت هاديه؟ هو طبيعي الفريم اللي هي شايفاه فيا انا ومامته هو ده اللي هتنفذه، هو ده الحقيقه، هو ده الصح. ما دام بابا وماما بيعملوا كده يبقى انا عادي اعمل كده لان هم صح. طيب جينا مثلا لمثال زي اللي حضرتك قلته ده، لو حد مثلا طفل ضرب طفل في المدرسه تمام. وانا عايزه اتصرف صح او اعلمه ازاي يتصرف صح، المفروض يعمل ايه؟ اول حاجه بفهم الموضوع، ومشكله بفهم الموضوع أفهمه دي افهمه من مين؟ ما هي دي مشكله بقى، ان الطفل بتبقى روايته مختلفه والطفل التاني روايته مختلفه. خلينا نتكلم على ثلاث محاور يعني، بس خلينا نقول محاور واقعيه الناس تقدر تنفذها. انا لسه جاي لك حالا، هقولها لك حالا. لو مدرسه خاصه بكل امانه فطبيعي بيبقى في كاميرات وبيبقى في حاجه اسمها اخصائي نفسي في المدرسه. بتوجه ليه وبديله بس هنت كده، بديله خلفيه ان ابني تعرض لمضايقه او ابني ضايق حد، وعايز اعرف المشكله وصلت لفين، وانتوا ايه الموضوع، انتوا فين، يعني ايه وضعكم بقى في المشكله دي. في المدارس العامه الموضوع بقى بنعافر بقى شويه ان احنا نامن ولادنا نفسيا ان هو ايه ما يحتكش باللي حواليه بشكل عدواني او عنيف، وازاي ياخد حقه على الطريق الصح. ببتدي اقول له يا حبيبي لو حد ضايقك ابتدي روح للمستر، روح للمدرس، روح لاقرب حد كبير وقول له ان الشخص ده بيضايقك تمام. لكن لو المواضيع وصلت لشكل عنيف طبعا لازم تاخذ الاجراءات القانونيه، وده الصح. وممكن ما بيحصلش الاجراءات. انا كاب او ام انا كاب او ام طبعا اتخذ اجراء قانوني عشان انا لازم مين اللي بيحقه بيضيع اللي ما بيطالبش بيه. لكن فكره ان اقول له روح اضربه فراح ضرب فالتاني تحتقن فيومين ثلاثه وهيرجع يضربه فهيجي لي تاني مضروب بقول له طب روح اضربه تاني ما اتحلتش المشكله. ما هو ما اتحلتش المشكله بس بيبقى في مشكله. يعني لو طفل مثلا من سن مثلا 8 سنين و9 سنين بيلاقوا ان في خجل شديد، وساعات ده اللي بيخوفه ان بابا هيزعق لي لو انا ضربت، او بابا لو انا اشتكيت له هيجي المدرسه فانا قصاد اصحابي مش هبقى كبير، ده بابا جه زعق لفلان او فلان. دي في الذكور بتبقى اكتر من الناس عموما، لكن البنات شاطره. طب دي بتبقى كده يعني حاجه هو حاسس بيها ولا دي برضو من التربيه؟ لا لا دي حاجه طبيعيه جدا. يعني كل الولاد وخصوصا الذكور زي ما بقول لك بيحب يعني دايما هو بيوصل لمرحله كده هو عايز يحس نفسه ان هو كبير. بيكسف في سن معين يعني من سن 8 سنين فما فوق يقول لك انا بابا يجي لي المدرسه. بس هو صح انه يشارك طبعا، واغلب القصص دي بتتقال لماما مش لبابا في الاوقات اللي زي دي. ان الولد بيبقى في سن بلوغ وسن فتوه اللي هو يعني بيبقى فتى، فبيبتدي كسف من والده، او لو قال لوالده كده والده مثلا رد فعله عليه هيبقى عنيف يقول له انت مش راجل مثلا او انت بتضرب او انت كذا او كذا او كذا، فهو بيمنتج دم في دماغه ويقول لك خلاص انا مش هقول له، ودي مشكله. لكن لو هو معوده من المصالحه من وهو طفل لا طبعا الموضوع بيختلف. طب كده يا دكتور ده يخليني اروح للدلع مثلا بين الام والاب، يعني الام مثلا بتدلع قوي والاب عنيف زي ما حضرتك بتقول. ده ازاي يبقى في توازن في التربيه بين الاب والام؟ بالاتفاق. ما هو خلي بالك في مشاكل كده، انا بس هخرج بره النقطه دي واقول لك ان 90% من مشاكلنا النفسيه ككبار هي مشاكل اثناء الطفوله، وبنشوف بابا وماما بيتعاملوا مع بعض ازاي. فتلاقي في حاجات غلط جدا وحلها سهل، زي ان بابا بيتزعق مع ماما او بابا بيزعق مع ماما، بيزعقوا مع بعض فهم قدامنا بيتخانقوا بيزعقوا، فايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنخاف كاطفال بنخاف. بعدين لما بيجوا يتصالحوا بيتصالحوا لوحدهم. لا حضرتك لو بتتخانق مع مراتك او بتتخانق مع جوزك ما دام اتخانقتي قدام الولاد اتصالحوا برضو قدام الولاد علشان ياخدوا بقى انتوا ما دام ارتضيتوا ان هم يبقوا موجودين في المشكله يبقى كملوا الموضوع للاخر، ما يشوفوش بس نص الحكايه، لان ده هياثر عليهم سلبا اذا كانت بنت او ولد. هي يعني تبقى شايفه مثلا صوره مش صح للراجل عموما، مش صح للراجل، وهو هيبقى شايف صوره اللي هو بابا قوي عشان بيزعق لها وزقها، فانا هعمل كده مع مراتي لو ضايقتني. فبنقابل مشكلة بقى تانية.
هو بنطلع زوج فاسد وزوجة ضعيفة، فهي مش هتعرف تختار كويس ومش هتقدر تدفع عن نفسها الأذى في وقت، لأن هي شافت إن ماما موافقة فأنا مضطر أوافق لأن هو ده الصح. بس أو العكس صحيح. الدلع يا دكتور. في ستات بتضرب. لا مالناش دعوة بيهم. الدلع بقى إن عايزة أعمل له كل حاجة هو عايزها، يعني أخليه سعيد ومرتاح على طول. دي بتبقى محاولة سببها الأساسي إن الأب أو الأم ما عاشوش حياة أو طفولة كويسة، فبيحاولوا يعوضوا دايما ده، أو على طول مشغولين فبيحاولوا يعوضوا المشاعر الأبوية والحنان في حاجات تانجبل، في حاجات ملموسة أو هدايا أو طلباته، أو ما يتقلوش لأ. ولما تيجي تكلمي الأب مثلا يقولك ما أنا على طول ما أنا عايش على وش الدنيا، أنا مش عايز واحتاج حاجة. دي الجملة المشهورة. أو ما لا خلاص الموضوع منتهي بالنسبه لي، اللي هو طلباته واوامر. حلو جدا، بس هيبقى شخص بعد كده لما يكبر ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اعتمادي، هيبقى شخص عنيد جدا، هيبقى ديكتاتوري، هيبقى شخص متسلط ايا كان ولد او بنت، هيبقى شخص مؤذي للي حواليه، ما عندوش فكره الرد، ما عندوش فكره تقبل الرد. طب كويس قوي ان حضرتك اتكلمتي معايا في الموضوع. لو تفتكر في هوجة كده كانت حصلت من كام سنة، إن في شباب قتلوا بنات لمجرد إنهم اترفضوا منهم. صح؟ صحيح. زي نيرة أو حاجة زي كده. أيوة. خلينا نجيب الـ 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 الفيلم بتاع القاتل ده، الشخص ده هو الطفل على فكرة اللي ما تقلوش لأ، فلما اتقالت له لأ نهار رفض فكرة إن يتقال له لأ، حصله دي رايح مش عارف يتقبلها. له يعني إيه تقولي لأ؟ يعني ايه تقولي لا؟ ده لو قلتي لا يا دي مش هتبقي موجوده. طب ايه اللي خلى الشخص ده يوصل للنتيجه دي؟ التدليل والافساد. هو مش تدليل اكتر منه افساد. وفي ناس ممكن تقول لك بقى البنت مثلا، البنت دي بنت بقى فلازم تتدلع ولازم. طب حلو جدا، انت دلوقتي هتطلعها شخص اعتمادي، هتطلعها شخص على طول ما عندوش عندوش حاجه، يبقى مش عارف ينول، مش عارف يحل مشاكله هو شخصيا. ما انت بتحل كل الهدف حاجة. مثلا هتحل لعيالك كل مشاكلهم، هيبقوا مبسوطين النهارده، بس لو انت ما بقتش موجود بكره فكر في الوقت ده هم هيعملوا وقتها ايه. هم احنا دايما بيبقى خيالنا ان احنا نبقى ذكرى حلوه في حياه ولادنا، نبقى طيف لطيف، بس ما بنبصش على النتائج اللي هم ممكن يواجهوها لوحدهم. لازم نبقى عارفين ان في وقت ما هم هيخرجوا برانا، هم هيسيبونا، ولازم يبقوا اقوياء كفايه، لان مجتمعنا اصلا مجتمع صعب. طب لو انا شايفه قدامي مثلا الابن او البنت بتمر بمشكله وانا في ايدي ان انا احلها، ما احلهاش؟ لا، اساعده يحلها وافكر معاه عشان يحلها. في حاجه اسمها العصف الذهني، ان انا اقعد مع بنتي اقعد مع ابني واقول له ايه المشكله. طب انا عندي اقتراح، لكن فكره ان اقول له الحل اعمل كذا، طب ما هو يتعود على طول الحل. ده في سن كام يا دكتور؟ يعني مثلا انا دلوقتي ده مع الصغير زي الكبير؟ بس مع اختلاف طبعا الطريقه، حجم المشكله. ولكن يعني انا مثلا لو ابني مثلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين عنده وعي وعنده ادراك، ابتدي اكلمه بالراحه وبلغه بسيطه تناسب سنه، واقول له حبيبي طب احنا عملنا ده ليه؟ طب نتيجه ده ايه؟ طب ايه رايك نفكر مع بعض نحل ده ازاي؟ طب انا شايف انها بتتحل كده، انت ايه رايك؟ فهو طبيعه يعني هيقول لك صح، بس هيبقى هو حاسس ان هو اللي عمل. النهارده هنعلمه بطريقه لطيفه ان هو اللي عمل وهو اللي فكر وهو حل مشكلته في نفسه بنفسه. قلنا له الفكره بس هو ينفذ جزء منها على قدر استطاعته طبعا. بكره هيقدر يحل مشاكله بنفسه، هيقدر يرجع لنفسه، مش هيبقى اعتمادي، مش هيدور على صاحب ليه يسمعه. طب انا مش عارف الصاحب ده كويس ولا مش كويس، افكاره هتكون انضج منه يعني، مولتين في نفس السن. بس ده عنده شخصيه قويه، وانا خليت ابني او بنتي مهزوز. لاني ما علمتوش ياخد قرار من الاول. الموضوع بيبتدي يا دكتوره من اول اختار لبسك وانت عندك كام سنه؟ 3 سنين 4 سنين. حتى لو اختار غلط، اللي النهارده بدفع ثمنه فلوس بكره هدفع ثمنه عليك. هو لو اختار، حتى لو اختار غلط في شيء محدود بالنسبه لي، هقول له شوف بص ما طلعش حلو، بس على الاقل انت اخترت اللي انت عايز تلبسه.
لو ابتدينا باختيار هو عايز يلبس ايه، صدقني صدقيني هنيجي في وقت هتبقى عارفة هي عايز تتجوز مين، هيبقى عارف هو عايز يتجوز مين، عايز يشتغل ايه، عايز يطلع ايه. أزمة التعليم عندنا لو قبل التعليم يعني النظام الجديد اللي معمول كده، أزمتنا ان احنا بنخرج من ثانوي مش عارفين احنا بنعرف نعمل ايه، حسب مجموعنا بقى احنا وحظنا. ايوه، لكن مهاراتنا هيوديني فين، مواهبنا. طبعا في ناس كانت عارفة، بس انا بتكلم على السواد الاعظم، بنبقى خارجين اصلا مش عارفين احنا بنعرف نعمل ايه، مش عارفين، مفيش حاجة دخلنا فيها ونجحنا قبل ما نخش مرحلة الجامعة. فبالتالي ده أسبب عطلة كبيرة جدا جوانا، وخلانا ناخد وقت طويل على بال ما ننضج شعوريا ونعرف احنا مين وعايزين ايه. احنا مين وعايزين ايه؟ يعني انا لازم يكون لي هدف يا دكتور، وشخصية بالهدف. يعني الأب والأم نفسه هو من خلال التربية من الصغر هو اللي بيخليه عنده ان هو الحافز ده. ان انا عايز ليا هدف وليا شخصية انا اللي ببنيها. صح، صحيح. يعني طيب انا كده وعندي هدف، عندي شخصيه، انا البابا والماما دايما بيحلموا ان هو يبقى كامل من كل حاجه، السعي للكمال والسعي ان هو يطلع احسن واحد في الدنيا، مش متخيل مثلا ان هو يغلط. الاكسبكتيشنز، توقعات من الاب والام ولا من منظور مين؟ من الاب والام. ان انا عملت كل حاجه ان هو مثلا يطلع كويس جدا وغلط في حاجه، فالصورة اتهزت، ايه ده، ازاي ابني يغلط يعني؟ دي مشكلة عايز اتكلم فيها، بس هقدر اتكلم باستفاضة شوية، مش هقدر اتكلم باستفاضة قوي، بس هتكلم على الجزئية دي بشكل كده مختصر. انا متوقع من ابني انه يعمل ايه خارج حدود البشر. يعني انا متوقع من ابني انه ما يغلطش، اللي انا موفر له كل حاجة ما يغلطش فيها، ما يغلطش اللي انا مقدم له كل حاجة. نرجع تاني للقصة الأولى، آدم فعلياً هو كل واحد فينا اتوفرت له برضو كل حاجة وغلط، لأن دي طبيعتنا، جزء من تكويننا، ما ينفعش ننكره. إذن الغلط وارد. وارد طبعاً، وارد. ده أساسي. إحنا مش هنتعلم بدون فشل، مش هنعرف نختار صح غير لما نختار 500 مرة غلط، مش هننضج حتى عاطفياً غير لما نخش في تجارب عاطفية فاشلة فنعرف إن ده مش مناسب لينا ونعرف إيه اللي إحنا محتاجينه. لازم، التجربة مهمة، ولكن الخوض في التجربة لحد حتة معينة أو لحد الخطر على حياتنا ومستقبلنا ونفسيتنا هو ده الخطر. حلو قوي. طيب احنا لسه مستمرين مع دكتور مايكل ماهر، استشاري نفسي اكلينيكي. الموضوع شيق جدا، وأتمنى طبعا كل الناس اللي بقى بيمر بمشكلة، اللي عايز يعرف أي حاجة في التربية، يتابع الحلقة ويشوف دكتور مايكل بيقول لنا إيه. خليكم معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. للي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، النهارده بنتكلم عن ازاي الطفل يتربى تربيه سليمه تطلعه للمجتمع انسان سوي. ده بيكون من خلال التربيه من الاب والام. ممكن البعض يكون مش عارف ان انا ده بعمله دلوقتي بس ليه نتائج بعدين. ازاي اعلمه يقول لا؟ ازاي اعلمه حاجات كتيرة جدا تنطبع على شخصيته لما يكبر؟ النهارده بنعرف كل ده مع دكتور مايكل ماهر، الاستشاري النفسي والاكلينيكي. منور يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني اتكلمنا قبل الفاصل ازاي بقى نوصل لمرحلة ان الطفل اعلمه يقول لا، ازاي اعلمه ان هو مش احسن لا. واحد في الدنيا ويتقال له لا. يعني هو مش احسن واحد في الدنيا ومليون واحده تتمناك، وانت احسن واحده في الدنيا ومليون واحد يتمناكي، ومالكيش دعوه يعني اللي يقول حاجه يقولها. طيب فكره تقبل الرفض لازم تبقى متدرجه برضو، يعني مش لازم نفهم الطفل انه على طول، لانه لو حس انه مرفوض طول الوقت هينعزل، تقولي نتائج ده ويحس هو كل حاجه لازم توازن فيها. لكن زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، ايه اللي يخلي الشخص ده يرتكب فعل شنيع زي اللي اتكلمنا عنه؟ انه ما تعودش يتقال له لا، وما تعودش انه ما ياخدش اللي هو عايزه، وما تعودش انه يتمنع. طب ايه الحل مع الطفل اللي احنا اوريدي مثلا بنعمل معاه كده وعايزين نوقف؟ هنوقف تدريجيا، او البنت هنوقف تدريجيا ازاي؟ اول حاجه ما نبتديش نديله اللي هو عايزه على طول، واي حاجه هيطلبها لو شايفين انها مش مناسبه ومش وقتها لا هنرفضها، ومهما زن وتنطط مش هنتجاوب مع ده.
لأن إحنا لازم نوقف فكرة العطاء بدون سبب، ده مش حب، ده إفساد. دي نقطة. تاني نقطة نبتدي نوجهه ناحية بقى طاقته المجتمعية، إزاي يساعد الغير، إزاي يتقبل غيره، إزاي يعمل حاجات حلوة مع زمايله، لأنه لازم يشعر بالمواجدة ويحس إنه مش لوحده في الدنيا، وخصوصا دي أزمة الطفل الوحيد. ده يشيل الأنانية كمان يا دكتور. نوعا ما، نوعا ما، ولكن الأنانية أكبر شوية، لأن إحنا لازم نشتغل مش بس على ده، لازم كمان ندخله في عمل تطوعي. طول ما أنت حوالين الناس، طول ما إحنا حوالين الناس، عمرنا ما نحس بالأنانية، لأن إحنا حاسين إن هما محتاجيننا، فإحنا حاسين بأهميتنا، وإن إحنا محتاجينهم، فحاسين برضو إن إحنا مش هنبقى كاملين غير بالناس دي. وده جزء مهم جدا في التربية. طيب أنا مثلا دايما عايزة الطفل متدلع، عايزة الطفل يوصل لدرجة الكمال زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، عايزاه يجيب أحسن درجات، عايزاه يطلع أحسن واحد بين زمايله، أنت أحسن واحد فيهم، أنت مش عارفة إيه، وعايزين نوصل لأنه هو أحسن حد في الدنيا، ما بنرفض الغلط. طيب افرض مثلا حصل الإخفاق ده وغلط، غلط في اللي احنا عايزينه، بس عشان يعني نركز عشان نبقى غلط في اللي احنا عايزينه. طيب تعالي نتكلم في الجزئية دي بقى بس بشكل أوضح شوية. أنا دلوقتي دخلت ابني مدرسة كويسة قوي، ورحت مشترك له في رياضة واتنين، وعلمته يلعب مزيكا وينط الحبل ويبقى سبايدر مان وكل تمام، هل في إنسان أو طفل يقدر يعمل كل ده بشكل متوازي؟ هل ده منطقي؟ مش هدي كل الحاجات نفس انا عايزاه يطلع او عايزاها تطلع، يعني انا مش بكلم جندريا، يعني انا مش بكلم ولد او بنت، انا خلينا نتكلم عن الطفل عموما اذا كان ولد او بنت. يطلع بطل في الرياضه والاول على الفصل واحسن من بنت خالته، طبعا دي حاجه مهمه عشان واقوى واحد فينا، ويخش الاولمبيات ويعمل كل، وبعد كده خلاص بقى براحته، ربنا يوفقه في اللي هو يختاره. طيب هو فين اللي اختاره؟ ده انتوا حتى الرياضه بتاعته انتوا اللي اختارتوها له، مسار تعليمه انتوا المختارين، وممكن يتحكموا كمان في الاله اللي هنلعبها. لا يا حبيبي ما تلعبش كلارينيت، لا انا عايزك تلعب كمانجا عشان انا بحب الكمانجا. ما تحبها اتعلمها انت يا بابا، مفيش مشكله، سيبني انا عاوز، ان انا عايزه. احنا لو بنحب عيالنا وعايزينهم يقسموا وقتهم صح ويبقوا ناجحين، اول حاجه نشوف طاقتهم وقدراتهم العقليه لحد فين. انا ما ينفعش تكون قدرات ابني العقليه لحد 80%، لو اشتغلت قوي هيبقوا 85% واقول له لا هات 99. ده منافي للمنطق، مش موجود. كأنك عايزة تدخلي إزازة لتر تصبيها في كوباية نص لتر وتكفي، ده هيحصل؟ لا. السعة قد إيه؟ الكاباسيتي قد إيه بتاعت عقله؟ قدراته العقلية في التحصيل شكلها لحد فين؟ أهم حاجة يديني أقصى ما عنده، لكن مش أقصى ما أنا عايز، لأن ده مش زي ما قلت لك مش موجود في المنطق. ما لا، لو قعدت أضغط 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 هيجيب لي اللي انا عايزه، بس هيفقد مهارات تانية وهتحصل له مشاكل نفسية ضخمة. طيب يا دكتور خلينا اروح لمثال تاني، وانا عايزة بقى انشف ابني وطلعه راجل كده، فعلمه ان هو انزله يشتغل. سن قد ايه؟ قدامي وقت قليل وعايزة اجابة. ممكن عمل جزئي، لو انت لو في البيزنس بتاعي او الشغل بتاعي، ينزل معايا من سن 14-15 سنة. لكن تبقى برضه محوط عليه، لكن السن القانوني لو هيشتغل عند حد لازم السن القانوني، وفي قانون بيجرم عامله الاطفال. والقانون ده مش معمول اعتباطا، معمول على دراسات علميه ونفسيه. لان الطفل لما بيشتغل بيتعرض لضغوط معينه ما ينفعش في سنه يتعرض بيها، زي كده مدارس منهج الفيزياء بتاع ثالثه ثانوي لواحد في اولى اعدادي مش هيفهمه، ولو فهمه هتحصل له مشاكل في كيمياء المخ كده، يبقى شخص مش طبيعي. طب واللي بيسمحوا مثلا لاولادهم ان هم يعملوا حاجات على السوشيال ميديا مثلا تكون مش مناسبه لسنهم؟ لا دي ده موضوع كبير قوي. مش دي اجابه صغيره زي تيك توك كده مثلا؟ ده في اهالي بتشجع اولادها، او انا اكون بعمل حاجه دي قدامه وابقى عايزه هو ما يعملهاش. الترند بتاع الايزي ماني، الفلوس السهله، تيجي تكلم حد يقول لك هو بيجيب مصاريفه وبيجيب فلوس الدروس، بيجيب كده بمنطق الامور ويلويها علشان يحسس نفسه انه ما بيغلطش. والبنت بتعمل ايه؟ لا بتعمل كوارث. فكره اصلا خلينا نتكلم باختصار عن الجزئيه دي، ونتخيل نتخيلها كده مشهد،
انت دلوقتي في بنت واقفه وفي ولد واقف وبيعملوا تشالنج زي التحدي من التحديات اللي موجوده، والناس بقى عماله تدوس، فانت بتاخد كوينز، بتاخد فلوس، بس انت نفسيا انت حسب رغباتهم هم، زي ما هم هيقولوا زي ما انت هتعمل كده. انت تحولت من انسان لايه؟ لآلة. لعبد. وده أسوأ من الآلة، لان انت دلوقتي محتاج الفلوس فهتعمل اللي هم عايزينه عشان تاخد لايكات اكتر، فانت ما بقتش تدور على اللي انت عايزه او اللي يحققك، انت بتدور على اللي هم عايزينه عشان تاخد الايزي ماني، الفلوس السهله دي. بقى كوارث لا تتخيليها، لان الطلب ممكن يبقى ان انت تدلق ميه ساقعه على راسك، تمام، بس ممكن يوصل لفين؟ تنازلات بقى. هي بتبدا الإهانة النفس او الاذلال العام. دي كارثه طبعا. يعني يا دكتور اكيد موضوع التربيه موضوع كبير جدا، ليه تفاصيل كتير، كل حاجه ليها تفصيله. هي جزئيه اخيره بس حابب اقولها. العنف. كل ما بنعنف ولادنا وخصوصا قصاد الناس، احنا بنخلقه شخصيه ضعيفه، بنخلقها شخصيه ضعيفه مهزوزه ما بتاخدش قرار، واحنا ندفع ثمن ده. ما نندمش يا جماعه، ما نندمش لما اولادنا يكبروا ويبقوا ناس عنيفه معانا وما يحبوناش. احنا اللي زرعنا ده من الاول. يعني علمته العنف مع الناس هيبقى عنيف معايا برضه. طبعا، ما هو خلاص ده دي الطريقه اللي انا بعلمها له عشان يعيش بيها. ما جيتش اسال النهارده انه شخص عنيف معايا وما بيحبنيش، ما انا اللي علمته ما يحبش. ده زرعي انا اللي ادفع ثمنه. صحيح. نورت يا دكتور، ودايما منورنا، ودايما بستفيد من حضرتك اول حد يعني، واكيد مشاهدينا طبعا بيستفيدوا جدا من حضرتك، واكيد لحلقتنا والمواضيعنا عن التربيه طبعا حلقات اخرى. نورتنا دكتور مايكل، نورتنا يا فندم. دكتور مايكل ماهر استشاري نفسي اكلينيكي، نورت يا فندم ودايما منورنا، واستنى منك حلقات ثانيه ان شاء الله. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا الاولى، وهنروح مع بعض لفقرتنا الثانيه ركن المطبخ بعد الفاصل، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم للركن المحبب لقلب السيدات والبنات، ركن المطبخ. النهارده بتسعدنا وبتشرفنا وبتنورنا شيف نبيل فرحات. منورانا يا شيف. اهلا بك. ايه الاخبار، عامله ايه؟ احنا لينا كام حلقه كده متعودين ان احنا بنعمل لحضراتكم حاجات بسيطه وتكون اقتصاديه واكله يعني كامله كده، ان انا ااكل مثلا البيت كله بحاجه تكون صغيره. هنعمل ايه النهارده يا شيف؟ النهارده هنعمل كفته داوود باشا قلتي لي، وهنعمل رز. رز بالشعريه. اول حاجه هنبتدي بيها عشان الوقت، هنبتدي ان احنا نعمل الرز بتاعنا. هننزل حبه كده من السمنه او الزيت، الماده الدهنيه اللي انت بتفضليها. حلو قوي. وهننزل بكوبايه من الشعريه. ماشي، جميل. نبتدي ان احنا نقلب، نرفع النار شويه ونقلب. طبعا نكون مجهزين جنبينا هنا الرز بتاعنا مغسول، كوبايتين من الرز، كوبايتين من الرز المصري ليهم كوبايه من الشعريه. تمام. بضاعف على حسب طبعا عدد الافراد البيت. بتضاعفي طبعا الكميه براحتك خالص حسب الاشخاص، عدد الافراد الموجود عندك. يعني لو هعمل كيلو رز مثلا ياخد كوبايتين شعريه. تمام. حلو قوي، ماشي. بعدين على بال ما الحاجه بتاعتنا تسخن هنبتدي احنا نعمل، قبل ما الشعريه بتاعتنا تبتدي الحله تبتدي تسخن، هنبتدي ان احنا نعمل الكفته. الكفته بتاعتنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. ماشي. هننزل بس بالمكونات الاول بتاعتنا. شايف في بعض الناس كده بتقول لك اللحمه المفرومه تتغسل. لا. اللحمه المفرومه ما بتتغسلش، انت جايباها من مكان موثوق فيه ومفرومه قدام عينك. تمام. حتى برضو اي لحمه مفرومه ما ينفعش ان هي تتغسل. هي بتتطهر لما احنا يعني بتتسوى على النار. بتتسوى على النار خلاص، هي بتبقى كويسه. حلوه. بصلايه متوسطه مفرومه ناعم قوي. ماشي. والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه، وشيف نبيل بتعمل لنا كفته داوود باشا. فلفل اسود طبعا ده اساسي في اي وصفه فيها كفته او لحوم او فراخ، الفلفل الاسود ده ملك يعني. تمام. هنحط برده هنا ربع معلقه من القرفه المطحونه، ودي اساس كفته داوود باشا. تمام.
وهنحط برضو ربع معلقه من البهارات السبع. ماشي. اكتر من كده مش هنحط، يعني بهاراتها قليله هي جدا، هي بتبقى بسيطه وما بتبقاش فيها حاجات كتير علشان خاطر ما تبوظ، يعني ما تضيعش طعم اللحمه. طعم احنا عايزين نحتفظ بكل النكهات. هنحط هنا يعني نص معلقه من الملح، لان انا حاطه هنا مكعب مع البصله، مكعب مرقه مع البصله. ماشي تمام. هندي تقليبه كده للشعريه بتاعتنا. ماشي. حلو بقى ان احنا في المطبخ بنعمل حاجه كلها مع بعض. يعني احنا بنشتغل كله مع بعضه. طيب هي كده خلاص سخنت، معلش مش هينفع ان انا ايه اسيبها عشان ما تتحرقش مني. احنا كده بنعمل الرز بالشعريه، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه. شيف نيفين بتورينا التكنيك بقى، نمشي بسرعه يعني ازاي نخلص الحاجه كلها مع بعض في وقت قياسي، ازاي راجعه من الشغل بقى عايزه تعملي حاجه للولاد بسرعه، عندنا مثلا عزومه فجاه او حد طب علينا فجاه وعايزين نعمل له حاجه حلوه. مكعب من المرقه هنا مع الشعريه عشان يفك معايا في الشعريه. تمام. لازم احمر الشعريه بتاعتي كويس جدا، يعني لازم انت تبقى حمراء علشان تطلع مفلفله مع الرز. هي يعني حلوه. احنا رز بنبقى غسلينه ولا الرز مغسول؟ رز مغسول ومتصفي، مغسول كويس جدا لغايه ما ينزل كل النشا اللي فيه. ماشي. ودوت رز مصري، يعني رز بتاعنا العادي مش بسمتي يعني. تمام. حلوه قوي. كفته داوود باشا لازم يتعمل جنبها الرز يكون ابيض، صح؟ رز ابيض بالشعريه. دي بتبقى افضل حاجه يعني جنبها تتقدم معاها. تتقدم معاها. حلوه قوي. كالعاده النار يعني عندكم هنا. بس هي خلاص انا شايفاها خدت، هي خلاص يعني قربت. طبعا احسن حاجه واحنا بنشتغل لازما ايدينا تبقى في الحاجه اللي هي محتاجه تقليب على طول، يعني ما ينفعش ان يعني انا لما لقيت ان الشعريه خلاص سخنت والحاله بتاعت سخنت ما ينفعش ان انا اسيبها لان هتتلسع مني. انا عايزه الحاجه تطلع كلها بشكل واحد، ف يعني ايه يبقى ايدي فيها على طول، يعني الشعريه دي لازم يبقى ايدي فيها على طول عشان تطلع كلها نفس النتيجه، ومفيش واحده تطلع غامقه عن واحده، فتطلع كلها نفس اللون. تمام. ده بقى كده ايه يعني مثلا الولاد بيكونوا راجعين من المدرسه بسرعه عايزين ان احنا ننقذ الموقف، جالي ضيف فجاه. الوجبه دي اقتصاديه اولا، ثانيا انا دلوقتي مثلا ما عنديش في البيت كله غير نص كيلو لحمه او ربع، هبتدي ان انا اعمله بالطريقه ديت ولادي هياكلوا كويس جدا، وبعدين هيشبعوا، يعني يبقى في شبع في الموضوع، لان الكفته بتاعتي دي بتحط بصوص وكمان جنبيها رز وجنبيها مثلا طبق سلطه، فخلاص انت كده اكلتي وشبعتي وخدت كل العناصر وخدتي كل العناصر اللي محتاجها، يعني البروتين والكربوهيدرات وال كله. مثلا الفيتامينات في السلطه فكلها بقى. بس كده احنا هننزل بالرز بتاعنا. هنبتدي نقلبه كويس. زي ما انت شايفه كده الشعريه كلها خدت نفس اللون، بصي يعني لونها خطير. هنديها تقليبه حلوه كده. تسلم ايدك مفضله يا شيف. احنا حطينا هنا حطينا مكعب مرق. هنحط بقى ايه حبه كده من الملح بالتقدير، يعني انا مش قادره اقول لك مقدار معين، بس هو كده بالتقدير. وممكن كمان حطينا مرقه بنقلل بقى بنقلل. وممكن كمان نضيف اضافه كده بسيطه، سنه فلفل اسود مع الرز. ماشي جميل. دي بتخلي الرز يبقى ليه نكهه مميزه وحلوه. مجهزين طبعا، عندك شوربه تمام، عندك ميه مغليه تمام، وطبعا المكعب ده بيحل محل الشوربه اللي هي مش موجوده عندنا. خلاص كده هنبتدي ان احنا نجيب المايه المغليه بتاعتنا، وبرده المايه المغليه بتاعتنا ملهاش مقدار، يعني شوفيها غطت الرز. انت بتغطي الرز. جميل. حلو قوي.
بتغطي الرز كده بحوالي يعني زي عقله كده. ايوه هو كده مظبوط. بس انا بقى هغطيه وكمان ههدي عليه النار. طيب حلوه. هنهدي من البدايه ولا لما يشرب ميته؟ لا هو كده، هو كده بيغلي اهوت. اول بقى ما ابتدي ان هو الميه بتاعته تقل تتكثف هبتدي ان انا اهدي عليه النار. تمام حلو قوي كده. خلصنا الرز بالشعريه وهنبدا في الكفته، كفته داوود باشا منورانا شيف نيفين فرحات. بعد الفاصل خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. قبل الفاصل منورانا شيف نيفين فرحات عملت لنا الرز بالشعريه، ودلوقتي هنبدا في كفته داوود باشا. ايه الاخبار يا شيف؟ خلاص احنا كده عجناها بنفس المكونات اللي احنا قلنا عليها. نبتدي بقى ان احنا ناخد جزء كده من العجينه على قد ايدينا، على قد الحجم اللي احنا بنحبه، وهندورها كده في ايدينا زي كده بالظبط. ماشي حلوه قوي. نفس الشكل طبعا. ما احنا ما تكونش كبيره ولا وسط، يعني متوسطه. هي تبقى متوسطه. وبعدين يعني لو انت ضامنه اللحمه بتاعتك اعمليها بالحجم اللي انت تحبيه. لو انت حاسه ان هي ممكن اللحمه بتاعتك ممكن تكش او تصغر، فانت بتكبريها شويه بحيث ان هي تاخد الشكل المناسب لما تستوي. حلوة. طبعا احنا هنعمل كل الكميه دي بنفس الشكل اللي احنا عاملينه دلوقتي. فطبعا انا كنت مجهزه قبل الحلقه علشان خاطر وقت البرنامج. طيب حلو قوي. احنا هناخد استاذه دميانه. مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم منورانا. ميرسي. شكرا. لا اللي منورنا الشيف نيفين فرحاتك جميله بجد. نيفين معاك. انا عملت الكوسه البشاميل اللي هي عملتها الحلقه اللي فاتت، كانت جميله خالص. ميرسي بألف قوي. لا عند حضرتك سؤال يعني الفرحه بتاعتها لما حد بيطلب منها اي طلب او يسالها اي سؤال ما بتتكلش عليه خالص. شكرا. ربنا يخليك يا فندم. طيب هي في عند حضرتك سؤال حابه تساليه للشيف؟ انا كنت حابه تعمل لنا مره يعني تكون موجوده وتعمل لنا كشري كده الحله الواحده وتدينا التريكات بتاعتها. حاضر عينيا ان شاء الله. خلاص بقى الصيام جاي نعمله. والاكلات الصيامي والكشري والحاجات الحلوه دي كلها جايه ان شاء الله. حلوه. نورتينا استاذه دميانه. احنا كده خلاص هنحط ال حطيت هنا معلقتين من السمنه وهبتدي ان انا هشوح الكفته بتاعتنا. تمام كده. نعلي بقى النور شويه هنا. حلوه قوي. زي ما قلت ان هي اكله متكامله وسريعه. سريعه جدا مش بتاخد مننا اي وقت. طبعا هنزل بالكميه كلها عادي. بتاخد تحميره بتاخد تشويحه كده في الطاسه. يعني هي المفروض تكمل تشويتها في الصلصه صح؟ ايوه هتكمل تشويتها في الصلصه. حلوه. طبعا ايه عشان ساقعه فهي بتبرد ال بتنزل الحرارة بتاعت الطاسة بتاعتنا شوية. خلاص كده. والنص كيلو عامل كمية كبيرة كل الكمية يعني. دي وشايفة الحجم بتاعها مش صغيرة مش قليل يعني. الحجم ده يعني دول ممكن يكفوا بتاع حوالي 4-5 أفراد ياكلوا ويتبسطوا. حلوة قوي. ممكن بقى ساعات الحاجة بتبقى موجودة عندنا بس مش عارفين نعمل بيها ايه، او ان انا يعني لا الكمية صغيرة فمش عارفة اعمل بيها حاجة معينة. لا ممكن نعمل الافكار دي يعني تكفي عدد زي ما الشيف كانت بتقول لنا. طبعا الافكار دي يعني بصي لو عندك لحمة مفرومة قليل هتعملي بيها فكرة، ولو عندك كبد وقوانص هتعملي بيها فكرة، ولو عندك حتة لحمة صغيرة هتعملي بيها برضو فكرة. اهم حاجه ان احنا لازم ما نس... يعني ما يجيش عندنا حته الياس ان انا طب دي هعمل بيها ايه، هتكفي مين ولا هتعمل ايه. فلا لازم انا افكر. ودلوقتي يعني الافكار بقت كتيره جدا والاختراعات بقت كتيره يعني. طيب انا بفكر حضراتكم كفته داوود باشا، والشيف بتعمل المقادير قدام حضراتكم على الشاشه. شيف قلت لنا الكواليس يعني قليله خالص، التوابل بتبقى بسيطه وزي ما انتم شايفين كده اهي ابتدت تاخد لون. هي كده يعني اول بس ما تاخد التشويحه دي خلاص انا ايه هطلعها. وزي ما انتم شايفين كده هي مش بتفك ولا اي حاجه، انا بقلبها بالراحه. هي زي ما حطيناش لبقسماط مثلا ولا اي حاجة. ممكن بقى نكشف على الرز بتاعنا. يعني الرز خطير قوي.
حتى ريحته حلوه جدا. ريحته جميله، وهو يعني يعتبر ان هو ايه؟ يعتبر استوى. استوى. حلوه جدا ومفرفله وكل رز. يعني شايفه الكميه اللي عملتها كوبايتين الرز قد ايه؟ اهو بنقلبه عادي خالص ومفلفل اهو زي ما احنا شايفين. حلو قوي. مش اي حاجه. جميل، تسلم ايدك يا شيف. احنا كده عملنا الرز بالشعرية وعملنا كفتة داوود باشا، والشيف زي ما بتقول لنا ان احنا بكمية صغيرة نقدر ان احنا نعمل اكلة متكاملة يعني تكفي اسرة بحالها. ما ينفعش بقى اوقف نفسي في المطبخ قدام حاجة واقول لا مش هينفع، لا دي مثلا كمية قليلة مش هينفع ان انا اعمل بيها اكلة كاملة لما اشتري تاني، لا ممكن ان احنا نمشي دنيتنا. تمام، احنا ممكن نعمل حركة تنقلات عشان حاسة ان اللين دي ضعيفة. فخلاص كده الرز بتاعنا خلص. تمام، احنا هناخد استاذة جيهان. مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي شيف نيفين معاكي. اتفضلي. كنت عايزه اعرف طريقه كفته بس في الفرن في البوتاجاز. تمام. اول حاجه هتجيبي نص كيلو لحمه مفرومه، وهتجيبي كمان نص كوباية من البرغل، دي لازم يدخل لها برغل علشان خاطر البرغل دوت بيديها طعم حلو وفي نفس الوقت ما بيخليهاش تنكمش. تمام، بيحافظ على حجمها. بيحافظ على الحجم بتاعها. بعد كده بتحط لها ملح وفلفل وبهارات سبعة، ومبتكتريش برضو البهارات في الكفتة عشان تحتفظ بالطعم. تمام كده، كفتة اللي هتتعمل في البوتاجاز. وبعدين بتعجنيها كويس جدا مدة لا تقل عن يعني عن 5 دقايق لغاية ما الأنسجة بتاعتها كلها يعني تتجانس مع بعضها، يعني تلاقي فيها شعيرات كده ابتدت تطلع. دي الأنسجة بتاعتها ليه؟ علشان ما تفكش منك، ولا بنحط بقسماط ولا بنحط أي حاجة، هو زي ما احنا عملنا كده. وتحط لها ملح وفلفل وزي ما احنا قلنا التوابل بتاعتنا، بتصبعيها وبتدخليها الفرن، يعني ولا بتسيبيها بقى ترتاح شويه ولا الكلام ده، مفيش يعني عادي بتتعمل وبتتصبع وبتستوي في الفرن في النص في الشبكه. ولو انت عايزه تحط لها فحمايه مفيش مشكله، بعد ما بتستوي بتحط لها كده ايه طبق صغير فيه معلقه سمنه مش زيت، لان الزيت بيطلع ريحه مش لطيفه، لكن السمنه بتبقى افضل في الفحم. ماشي، حلوه قوي كده. احنا بنحط الصلصه امتى يا شيف؟ الصلصه دي بعد ما انا ما هخرج برضو النور بتاعتكو. طيب ممكن نعملها في طاسه تانية مثلا او حاجه. انا عايزه اعملها مكان الطاسه، بس انا خلاص يعني هخرجها، بس كنت عايزه اديها ايه صدمه كده. تمام ماشي، يعني احنا بندي كفته داوود باشا كده زي تحميره سريعه او صدمه في الماده الدهنيه اللي احنا حطينا سواء سمنه او زيت، وبعدين بنطلعها ونعمل الصلصه في نفس الطاسه. هنغرف دلوقتي الرز بتاعنا. ماشي، ده اول حاجه، اول طبق خلص معانا عشان برضو ما نضيعش الوقت بتاعنا. بس خليه جنبنا اهو. في حاجه تغيرها ممكن؟ تمام، هنغرف الرز بتاعنا دلوقتي. اي عايز تغرفيه بالعشوائي تمام، عايز تغرفيه كده وتعملي له شكل تمام، عشان العيال يعني اولادنا بيفرحوا قوي بالاشكال والمناظر والكلام ده. كمان بيبقى شكله حلو في الطبق، يعني حلو قوي، هو طالع جميل اصلا مش شكله اساسا قبل ما ينزل. انا شايف بتعملي حاجه بمزاج كده. ده اول حاجه خلصت معانا طبق الرز. يبقى كفتة داوود باشا النهارده عملنا جنبها رز ابيض بالشعريه، وزي ما الشيف بتقول مش محتاج هو حاجات كتير، هو بس الشعريه والرز، وان احنا نقدم جنبها مثلا سلطه بتبقى اكله كامله فيها كل العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها. اكله كامله متكامله. خلاص احنا كده هنشيل الكفته بتاعتنا، هي كده خدت سخونه بما فيه الكفايه علشان نبتدي ان احنا نعمل نكمل بقى بقيه الطبق بتاعنا. تمام، زي ما الشيف برضو قالت ان احنا بنعملها زي كده كرات متوسطه، وبتبقى يعني حجمها حلو. او اللحمه يا شيف
مثلا هتخس او حاجه نكبرها شويه حسب انت حاسه ان نوعيه اللحمه بتاعتك ازاي. وهي ده بقى شكلها بعد ما خرجت، يعني لو فيها دهون اكتر مثلا فاحنا بنكبر. هنجيب بقى بصلايه في نفس ال نفس الطاسه ليه عشان تاخد من طعم اللحمه اللي نزل فيها. تمام. وهنجيب هنا 3 فصوص من الثوم مفرومين. طيب بالنسبه للصلصه بتاعه داوود باشا، في ناس كتير قوي بتعملها بالثوم بس انا بحب البصل، يعني انا بحب نكهه البصل بتبقى اخف، لكن انا بحب نكهه البصل فبحط بصلايه صغيره قوي وبعدين ببتدي بقى ان انا اقلب الاثنين مع بعض. اول بقى ما يعني البصل بتاعتي تبقى شفافه وريحه الثوم بتاعتي تطلع وكده، هبتدي ان انا هنزل بصلصه الطماطم. مش محتاجاها متحمره، انت عايزه تاخدي؟ لا انا عايزاها متحمره بس يعني مش اللي هي الغامقه قوي، عايزاها تبقى فاتحه كده شويه عشان تدي طعم حلو للصلصه بتاعتي. البصل والثوم طبعا بجانب ان هم طعم وتسبيكه حلوه كده للاكل، لكن برضو البصل والثوم مهمين جدا في الشتاء عشان المناعه. طبعا هو اساسا يعني البصل والثوم دول يعني حاجه اساسيه في الصلصات بتاعتنا. بيدوا طعم حلو جدا، بيدوا لذاذه كده في الاكل. والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه. صلصه داوود باشا كده اول حاجه حطيناها البصل والثوم ان هم ياخدوا تحميره شويه كده، يعني دقيقه واحده هنقلب كده دقيقه، وبعدين هنبتدي ان احنا ننزل بمكعب من المرقه برضو عشان يفك معانا هنا، وننزل بقى بالصلصه بتاعتنا على طول. لسه معانا وقت ولا تاني؟ طبعا ايه ريحه السمنه جميله، ريحه السمنه البلدي، وكل حاجتنا ريحتها حلوه. ريحه اللحمه مع ريحه البصل مع ريحه الثوم يعني حاجه عظيمه جدا. احنا كده قدامنا 8 دقايق يا شيف. تمام خلاص كده. وهننزل بالصلصه بتاعتنا وهي اصلا متسبكه. حلوه قوي. يعني في نفس الطاسه اللي طلعت منها او حمرت فيها الكفته بطلعها واعمل الصلصه في نفس الطاسه. تمام. تاخد طعم اللحمه وفي نفس الوقت طعم التسبيكه بقى اللي احنا عاملينها فيها. تمام. حلوه قوي. بس كده هنغطيها دقيقه واحده. اول لما تغلي معانا معلش. اول لما تغلي معانا نبتدي ان احنا ننزل فيها بالكفته بتاعتنا. تمام. خلاص كده. في بقى معايا، هو مش هياخد مننا اي حاجه ولا وقت، معايا هنعمل عصير بقى برتقان عشان ولادنا يعني يتبسطوا. عملت كل حاجه بقى. يبقى احنا كده عملنا لهم كل حاجه. تمام. طلع الخلاط بتاعنا. احنا كده عملنا للي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، عملنا الرز بالشعريه وكفته داوود باشا، والشيف ورثنا كل طريقه بسيطه خالص نعمل بيها الكفته والرز جنب كفته داوود باشا بيبقى عامل ازاي. ما يعني مش محتاجين رز الملون او الاصفر، هو الرز الابيض بالشعريه بيبقى كفايه جدا. ممكن حضراتكم تتابعوا الحلقه مره تانية على صفحه هي ومي وصفحه ميسات، بتبقى موجوده الحلقه كامله، موجود مقاطع لكل حاجه مرينا بيها خلال الحلقه. معايا هنا لتر من عصير البرتقان او 4 كوبايات لو انتوا عايزين بالكوبايه، ومعايا هنا 4 جزرات لكل كوبايه برتقان جزرايه مسلوقه. حلوه قوي ده فايده عاليه جدا ده. طبعا وهننزل كمان ب4 معالق من السكر. تمام. لكل كوبايه برتقان معلقه من السكر، معلقه كبيره. تمام. طيب احنا كده بنعمل عصير البرتقان من الجزر، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه والشيف بتورينا نعمله ازاي. خلص كده معانا العصير. حلو قوي. الجزر جزر مسلوق عزز اللون كده. طبعا عزز اللون وكمان عزز الفايده بتاعته. حلو البرتقال مع الجزر في الشتاء خصوصا لان بقى البرد وفيتامين سي عالي جدا في العصير ده،
والجزر مليان بالألياف والعناصر اللي فيه فيتامينات حلوة جدا في الجزر، يعني مهم جدا برضو للشعر. كل حاجة بتبقى طالعة من الأرض دي بتبقى مفيدة، كل حاجة ليها جذور بتبقى مفيدة للشعر للجلد. الحاجات دي لو نستخدمها زي ما الشيف عملتها النهاردة بناخد الفايدة بتاعتها وبنفس الوقت طعمها حلو. حلو قوي يا شيف، تسلم ايدك. الله يسلمك. احنا كده حطينا الكفته في الصلصه، خلاص خلاص كده نزلنا بالكفته بتاعتنا في الصلصه، ودوت عصير البرتقال بالجزر وخلاص كده احنا يعني ايه، احنا في الفينش. خلاص طيب حلو قوي. عملنا الرز بالشعريه، وشيف قلت لنا يعني ان احنا لازم الشعريه كلها تاخد نفس اللون، وبعدين نروح مقلبين الرز عليها، وبعد كده ميه سخنه وميه مغليه. ميه مغليه اللي هيطلع معانا الرز كويس جدا الميه المغليه. تغلي دقيقه واحده وهنغرفها. تمام حلو قوي. ممكن يا شيف تقول لنا بقى عملنا كفته داوود باشا ازاي للي ما تابعش معانا؟ كفته داوود باشا مكوناتها بسيطه جدا. اول حاجه هنجيب نص كيلو لحمه، من نص كيلو من اللحمه المفرومه، وهننزل عليها ببصلايه متوسطه ومعاها ملح وفلفل وقرفه، لازم القرفه المطحونه عشان دي كفته داوود باشا. هي الكفته بتاعته لازم، هي المميز فيها هي نكهه القرفه. وحطيت مع البصلايه المفرومه مكعب واحد من المرقه، وهي البصلايه بتتفرد لان ده بيعزز طعم اللحمه. وحطيت نص معلقه من الملح لان طبعا المكعب فيه ملح. بس وعجنتها كويس جدا، وبعد كده نزلت يعني ايه عملتها دوائر زي ما انتم شفتوا، وابتديت ان انا عملت ايه الصلصه بتاعتها. كله اتعمل في حاجه واحده بس. واحده بس كده. حلوة خلاص كده خلصت كفته داوود باشا. تمام خلاص، هي تاخد الغلوه مع الصوص بتاعها وكده خلاص تبقى خلصت. حلو قوي، اكله سريعه ويعني بكميه صغيره تطلع كميه كبيره وتكفي عدد كبير. متبقيه دي معانا ممكن نسيبها دقيقه كمان ولا خلاص كده؟ ممكن. احنا قدامنا قد ايه؟ نسال كده مخرجنا بدل ما. طيب حلو قوي، قدامنا 3 دقايق. تمام نخليها كمان دقيقتين. تمام، وعصير الجزر البرتقال بالجزر، يعني البرتقال يا شيف وعليه الجزر مسلوق. ايوه الجزر 4 جزرات مسلوقين وحط يعني قطعتهم شرايح ونزلت فيهم بكوبايتين من الميه، وبعدين حطيت عليهم 4 معالق سكر وهم بيستوي. تمام تمام حلو قوي. وبعد كده لما طبعا شفتوا لما حطيت البرتقال، برتقال بلدي معصور، وحطيت كمان عليه الجزر و4 معالق من السكر. حلو قوي، لان احنا كنا حاطين في الجزر سكر، وكمان البرتقال طعمه حلو. تمام. الولاد بقى اللي ما بتحبش تاكل مثلا الجزر او ما بتحبوش في الاكل، هو كده في العصير هم مش عارفين هو فيه ايه، بس هو طعمه لذيذ جدا يعني يعني سكره مفيداته في نفس الوقت. كل مش عارفين عملتي العصير ازاي، هو اصلا لما تيجي تشربي تحسي ان انت بتشربي مثلا مانجا. انت مش عارف، مش قادره تميزي طعمه، هو مانجا مثلا في فراوله، في مشمش، في حاجه. هو في طعمه لذيذ جدا، لان كمان البرتقال البلدي مزز يعني في مزازه، تسكيرة الجزر فبيدي طعم حلو كده. حلو قوي. خلاص كده تمام، هنغرف الطبق بتاعنا. حلو قوي يا شيف. والشيف قالت لنا ان الصلصه او صلصه داوود باشا بصل وعليها الثوم، واخدت كده زي تحميره في نفس برضو الصوص بتاع الكفته، وبعدين حطت الصلصه عليها، تكون كده اخدت تسبيكه او لسه ما اخدتش تسبيكه زي ما حضراتكم بتبقوا عايزين. يعني كلهم بقى بيتسبكوا مع بعض. وده الطبق التاني بتاعنا. حلو قوي يا شيف، ده الطبق الرئيسي بتاعنا. حد بقى راجع من الشغل بسرعه، حد جاي له ضيوف، ما خدتش معانا اي وقت خالص، ما تاخدش وقت، وفي نفس الوقت يعني كده ايه تغطي الدنيا، عملتي اكله كامله بحاجه قليل. حلو قوي يا شيف. شيف نبيل فرحات دايما منورانا، تسلم ايدك. اكل حلو جدا، سريع، وفكره حلوه برده جديده كده للناس، ان هي مش جديده قوي يعني، بس جديده. هي مش جديده بس هي فكره للناس يعني. علشان تجربها. حلو قوي يا شيف. النهارده شيف نيفين فرحات عملت لنا كفته داوود باشا والرز بالشعريه وعصير البرتقال بالجزر. نورت يا شيف. ميرسي. تسلم ايدك. النتيجه حلوه جدا والريحه حلوه جدا كمان.
بألف هنا. وبعدين اعملوا جنبيه طبق سلطه خضراء كده حلو. وكمان الناس اللي بتحب الحاجه سبايسي ممكن تحط يعني نسبه شطه في الصلصه او فلفل اخضر، يبقى طعمه لذيذ جدا. حلو قوي، حلو قوي. بس احنا دلوقتي بنعمل حاجات بتاعت ولادنا علشان مش بيحبوا الحاجات السبايسي يعني. وبألف هنا. تسلم ايدك يا شيف، دايما منور. تعيشي، ميرسي. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا، انا بشكرك يا شيف جدا، بشكر فريق العمل الجميل خلف الكاميرات، بشكر حضراتكم جدا، ونشوفكم في حلقه جديده من هي ومي. الى اللقاء. هي ومين، هي ومين، ما هو علشانك. هي ومين أكلت شهية 100% أصناف جديدة. هي ومين خلي السفرة أحلى، معنا الدنيا تحلى، ما هو علشانك. هي ومين وكل مرة موضوع يهمك، ده شايل همك. هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس في هي ومين. هي ومين، هي ومين، ده وقتك اللي بتستنيه. هي ومين، هي ومين، ما هو علشان. هي